حكام الخليج شكلهم كده جايين مصر وناويين يقوموا بأمور مهمة هيكون لها علاقة بمستقبل مصر، خصوصاً بعد لقاءات ورسائل المهمة اللي وجهوها للقاهرة. كواليس مقابلات ملوك الخليج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العالمين، وأهمية الزيارات دي، كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في التقرير ده من 5 بالعربي. الظاهر ان في مفاجآت في الفترة اللي جاية، خصوصا بعد زيادة الزيارات المهمة والمفاجأة من حكام الخليج لمصر، وده كان الساعات اللي فاتت. البداية كانت من رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد، واللي وصل منطقة الساحل الشمالي علشان يقضي اجازة الصيف بتاعته هناك زي ما بقى بيعمل كل سنة. كان من الملاحظ ان الشيخ محمد بيتحرك في الساحل بكل اريحية وحريص انه يلتقط صور ليه مع الجمهور، كان باين على ملامحه السعادة والفرح. أكد في رسالة وجهها لأحد الصحفيين أن مصر عزيزة جداً على كل إماراتي، وده في إشارة واضحة على دور الإمارات ودول الخليج المساند والداعم لمصر في أزمتها. وبعد انتشار الصور دي حصل لقاء جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي في مدينة العلمين. أكدت وسائل الإعلام الرسمية أن اللقاء ده كان أخوي بين الرئيسين، وتم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل مواصلة للعمل لتعزيز آليات التعاون المشترك بين الدولتين بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية على النحو اللي حقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار. بحث الرئيسين كمان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية واللي تطبقت رؤى البلدين بخصوص أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم. كان من اللافت في البيان ده أن التركيز على جانب التعاون الاقتصادي والتنموي بين الامارات ومصر، وده يعتبر رساله كبيره بان دوله الامارات هتواصل مشاريعها واستثماراتها الكبيره في مصر. مش بس كده، ده احتمال تزيد كمان في الفتره اللي جايه، وده هيكون ليه دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيزه. وبعد ساعات من انتشار اخبار اللقاء، حصل لقاء تاني بين الرئيس السيسي، لكن المره دي كان مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفه، واللي شكله بيقوم بزياره لقضاء بعض ايام اجازته الصيفيه في المنطقة. ناقش الرئيس السيسي مع ملك البحرين العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا، واللي بترتكز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية. خلال اللقاء استعرض الزعيمين عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بخصوصها. كان من الملاحظ أنه تم تأكيد برضو على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، وده بيمثل رسالة واضحة بتأكد أن الدول الخليجية هتفضل تدعم مصر في كل الأوقات وهتساعد مصر على تخطي العقبات الاقتصادية اللي بتواجهها حاليا زي كتير من دول العالم. فهل تكون زيارات زعماء الخليج لمصر فتحة خير جديدة لاقتصادنا أم لا؟